الناطق باسم الوزاره، المشكله احنا يا وزاره مخلينها ناطق باسم الوزاره لان يسدد عيوب الوزاره. شلون عندنا الناطق باسم وزاره الكهرباء اللي يدورون به؟ نعم. احنا 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 خلي احنا ما نريد نشخص الموضوع بشكل شخصي ابو حسين، احنا نريد نتحدث عن الحاله. الحاله اليوم بيئه العراق، احنا ليش نقول دوله جاي يطلعون يغطون على الفساد؟ ما يجيشون الحقيقه. يعني انتم وزاره البيئه شنو مثلا؟ عندنا معامل، عندنا مصانع، الغازات منتشره، هي كلها هاي مال النفايات وانتاج النفط، ما عندنا احنا اي انتاجيه، ما عندنا. شنو المعامل اللي عندنا؟ يعني انتم مثلا هسه انتم جاي المياه الثقيله مال من الموصل لحد ما توصل البصره، هي المياه الثقيله تنزل بماي دجله والفرات، وين حلولكم؟ شنو سويتوها؟ زين برايك انت اليوم شنو الحلول اللي ممكن تصير حتى تحسن بيئه العراق برايك انت كمواطن؟ والله يا اخي هذه الحلول من يطرح يعني مسؤول هيك يقول الزراعه يربطها بالزراعه، انت يا حلول هاي جاي شلون مخلينا هذا ما جاي نعرف شلون؟ يعني انت مثلا هاي الدوله من هي ما عندنا احنا بس معامل مع صناعة النفط، نعم، والنفايات، النفايات يجيبون معامل ما تدوير احسن ما يحرقونها وأذية على العالم، وهي معامل الطابوق القديمة اللي صار لها 80 إلى 70 سنة وكلها أهلية، نعم، ومعامل مال الطاقة مال الدولة متوقفة، وين حلولهم؟ يعني المواطن البسيط ينطي حلول الدولة، اكو دولة العراق احنا نريد نوصل الفكره. لا اكو اكيد احنا عندنا خبراء كثيرين، بس احنا نريد نوصل الفكره على راي المواطن اليوم، راي المواطن بالحلول، راي المواطن باللي دا يصير اليوم بالعراق. اختي والله ما يسمعون، لان هذا استقاسم سلطات بيناتهم، والانسان النزيه والاشتغل والكفاءات ما يخلونه، ما يخلونه يشتغل. اكو بعد ابو عبد الله، اكو بعد ناس نزيهه وناس زينه، اكو بعد ناس تشتغل، ولا كان ما نقدر نعيش اصلا. اكو بعد ناس طيبه وناس زينه تشتغل، بس هم ربما قلائل. السياسات الخاطئه هي اللي وصلتنا هيك، اللي يجيبون ناس مو كفؤه، اكيد السياسات الخاطئه، اكيد هذا الموضوع اللي اصلا غير مسار الكثير من الامور والقضايا المهمه بالبلد.